تعتذري عن جد؟ انت اجيتي لعندي على البيت واعتذرتي، مو بعتي وراي وجبتيني مشان تعتذري. انا هيك كنت بدي اعمل بس ما فضيت امبارحه. يلا معلش يا حصل خير، تركيني خليني امشي. ما بتطلعي لتاكلي عوامي؟ لك مو الرساله اللي اجت من الخليج اللي جبتيها انت طلع فيها فيزا؟ بالله شفتي حتى تعرفي قديش ايدي فيها بركه. تحلي تحلي. لا معلش يلا باخذهم معي باكل انا وجوزي، حاكم تقبريني لازم حلو. هدي لشو؟ كمان انت عندك مشكله؟ لك لا لا، بس بيناتنا العمر له حق. عبوستك بموضوع ضروري معني. تفضلي روحي. الفيزا طلع حقها 100,000. قريضه ان شاء الله قريضه، ليش كل هالقد؟ نحن دبرنا 60 بس بقي علينا 40. والله كان من عيني هي قبل هي، لكن انا اذا بتعصريني عصر ما بتلاقي معي اكثر من 10,000 ليره. 10,000 بكفوا بيزيدوا. هدول منهم مصروف البيت ومنهم حق بضاعه بكره بدها تجيني على الدكان. يعني ما فيك تدبري لي شيء؟ كي حصلتي؟ منين فيه وبتفرق؟ ولا فرنك بنوب ولا نص فرنك. لكان بلالك العوامه بيجعوكي اسنانك. هلا انت جايبتيني مشان تهينيني؟ الحق علي اللي اجرتكم بدون عقد. لو كان في عقد كان الواحد منكم وقف قدامي مثل التوتو. بخلك وكحتنتك عم يخلوا العالم يبهدلوكي، يخرب بيتك من حالك، 1,000 ليرة على القليلة. قلت لك ما بقدر، ما في معي يعني ما في معي. طيب 500 ليرة. ولا فرنك. لك يا بورا، يا بورا ما بصير هيك، هلا بتعرف مهاني انه جايبتي لها العوامة مشان تبلصيها، هلا طعميها عوامة بكره بتبلصيها. بعدي هيك، بعدي هيك. بعد هيك انا محتاجة عوامتك يا ابو الفواشات مو هيك؟ لك من اليوم ورايح اذا واحد منكم بفوت دكانتي لبهد لو بهدلت الكلب الاسود. شو مفتكريني فجعانة عوامة او ليه على عيونكم؟ وينك خاطري؟ مع السلامة حبيبي. يا حبيبة قلبي شو لطيفة. لك تروح قاتل شو جابك؟ كنت عم اطبقها رقبتك هيك دي مزعجة.